الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إلى سنن الترمذي، أبواب المناقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناقب الأنصار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات رواه الجمع، قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي، أبو عامر العقدي من الثقات، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق، قال أنسائي ثقة مأمون العجلي، قال مكي ثقة، عن زهير بن محمد التميمي العنبري أبو المنذر الخراساني، وهو أيضا من الثقات. ابن معين قال صالح لا بأس به، وفي رواية قال صحيح ثقة. وأبو زرعة في كتاب الضعفاء قال: من تكلم في المحدثين ذكر في كتاب الضعفاء. أحمد قال مستقيم الحديث، وفي رواية قال ثقة. نعم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي، نعم، كان عبد سعيد القطان لا يروي عنه. والدوري قال عن يحيى بن معين أنه قال ضعيف الحديث، وفي رواية قال لا يحتج به. أبو حاتم قال لين الحديث ليس بالقوي، ليس من يحتج به. أحمد قال منكر الحديث. النسائي قال ضعيف. اتفقوا على ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن محمد بن عقيل ثقة. نعم، قال عن الطفيل يبقى محمد هو عالية الحديث، عبد الله محمد ضعيف. عن الطفيل ابن أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد زيد بن معاوية الأنصاري النجاري المدني الخزرجي قال عجلي ثقة. نعم، وابن سعد قال صار الحديث. قال عن أبي أبوه أبي بن كعب بن قيس أبو المنذر غير أبو الطفيل، لكن هو أبو المنذر هو سيد القراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفي رواية قال: لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لكنت من الأنصار. وفي رواية قال: سلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، الأنصار الذين رفعوا راية الإسلام، الأنصار الذين قدموا حياة النبي صلى الله عليه وسلم على حياتهم، الذين تعاقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بالحماية والنصرة، وكانوا كذلك قد أدوا ما عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ستجدون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ووصى بالأنصار: أي أمير أو أي خليفة أن يقبل محسنهم وأن يغفر يغفر لمسيئهم. الأنصار نصر الله، الأنصار خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا من مكة، فوجد أهله هناك الذين قد مدحهم الله مدحا عظيما في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سعد بن ربيع يقول عبد الرحمن عوف: انظر إلى هاتين زوجتا، أيتهما أعجبتك طلقتها وتزوج ولك نصف بيتي. وأراد أن يعطيه أيضا من نصف مالي، قال: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلني على السوق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك فتقاسموا ما عندهم. الأنصار يعني أعظم ما يمكن أن يقال في حق الأنصار ما تراه في غزوة بدر. غزوة بدر كانت غزوة فاصلة، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للغزو، خرج للعير ووجهه الله للغزو، وهم أتوا بخيلهم ورجلهم وشياطينهم وأساطينهم وصناديدهم، حتى أن الرجل لما علم بأن التجارة قد يعني نجت قام أبو جهل متبجحا ببجاحة بلغت إلى الوقاحة ويقول: لا ليالي نشرب الخمر وندق الطبول وتسمع العرب بنا فتهابنا. جره الله لحتفه. وإذا أراد الله بعبد شرا زين له عمله، نعوذ بالله، وهكله لنفسه. وهذا الذي حدث لأبي جهل وعطبة وهؤلاء. حتى عطبة نصح، لكن الكبر والأنف، شوف الكبر ماذا فعل به، مع أنه أعقل الناس وأرشد الناس. النبي قال: لو اتبعوه لفازوا، لكنهم تكبروا، انتفخت أوداجهم كبرا فأرادوا القتال. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم من الأنصار. قام النبي قال: أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام فأثنى عليه خيرا وجلس. قام عمر فأحسن الكلام فجلس.
وقام المقداد قال كلاما ابن مسعود يقول يعني عمري بهذا الكلام، حياتي بهذا الكلام، عندما قال والله يا رسول الله لا نقول لك مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. أثنى عليه خيرا، فأثنى عليه خيرا، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فطن الأنصار، قام سعد بن معاذ، وفي رواية سعد بن عبادة وكلاهما على خير، قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم نعم هو الذي أريد أنتم. لما القوم 300 وبعض أفراد أغلبهم من الأنصار، هم كلهم الأنصار، والأنصار تعاقدوا مع رسول الله الحماية في المدينة لا بره لا في الخارج المدينة. فقام سعد فقال كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم نعم أنا ما أريد إلا أنتم. فقال يا رسول الله كنا أضل قوم فهدانا الله بك، وكنا في نزاع فوفق الله بيننا بك، فقال نحن إن نحن لصبر عند اللقاء، يعني إحنا صبر عند اللقاء، ولعل الله يريك منا خيرا. ثم قال سل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت ودع من شئت، وقال لو خضت بنا برك الجمام لخضناه معك، فسرت أسارير النبي، فجزى الله سعد بن معاذ أن أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم فسرت أساريره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام يدعو الله جل وعلا حتى فتح الله عليه، وجاء جبريل بالنصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. الهجرة أمر عظيم، الهجرة هي أفضل ما صنعه المسلم. ولذلك الله تعالى انظر لفضل الهجرة، رجل جاء لم يستطع أن يتحمل جو المدينة فقتل نفسه، قطع براجمه فقتل نفسه فمات، فدع عاما كاملا يدعو أخوه ليراه، من فرأه في هيئة حسنة مستبشرا متهللا فرحا، لكنه كان يخبئ يده، فقال ما بك ما فعل الله بك، قال غفر الله لي بهجرتي للنبي. فهو أمر جلل، الهجرة أمر جلل. لذلك سعد بن أبي وقاص كاد يبكي وهو مرض بمكة، قال أموت في بلد من البلد التي هجرت منها؟ قال لا، لعل الله يعني تطول بك الحياة فينفع الله بك قوما ويضر بك آخرين، وكانت معجزة وحدث. لكن قال البائس سعد بن خولة كان يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات بمكة فلم ينقله، وهذه دلالة على عدم جواز النقل. الأمر الثاني المهم في هذا الباب وهو قول النبي لا يقمن مهاجر بمكة فوق ثلاث، لأنه هجر مكة لا يرجع إليه، فالهجرة كانت وسمة عظيمة جدا وشامة. في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولا يقال أن أترك النسب فيذهب إلى النسب، أو أن أم عبد المطلب كانت من بني النجار، خولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بني النجار، لكن هو أراد بذلك وأراد قال لو سلك أنصار وادينا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، والمعنى هم أحب الناس إلي في أي مكان أكون معهم. لذلك قال أما ترتدون أن يذهب الناس بالنوق والشاة واللبن وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك قال الأنصار عيبتي وكرشي، يعني المعنى أنهما داخلة نفسي الأنصار. ولما اشتد الأمر عليهم بالنبل ويوم حين أعجبتكم قصاركم فلم تغن عنكم شيئا، ماذا قال النبي؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال يا للأنصار، ما نادى على أحد إلا الأنصار، يا للأنصار، فسرعوا وقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، الله أكبر. فلذلك عارف لهم فضلهم وقدرهم، والأنصار لهم ما لهم من المكانة العظيمة عند الله جل في علاه. لذلك قال النبي لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ليس معناه أنه يتابعهم، هم أصلا تبع له، هم لا يقبلون عند ربهم إلا بمحض اتباع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لكن يقصد أنه مهما كان الأنصار في مكان كنت أنا مع الأنصار. وذلك ترك مكة وكان في المدينة، بعدما فتح مكة هل جلس فيها؟ تركها وراجع إلى 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 إلى, إلى المدينة. الفوائد المستنبطة: فضل الهجرة، الأنصار خير الناس، من أحب أحد من أحب قوما حشر معهم وكان معهم، من أحبهم لازمهم،
جلس معهم، وهكذا كما قال مسلم لو سلك الأنصار وادي أنا سلكت وادي الأنصار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.